استاذه شيماء من القاهره، تتفضل. بقول لحضرتك انا متجوزه بقالي 8 سنين وجوزي عنده ما فيش انجاب في الخلفه، ورحت كتبت. طب مش نقول سلام عليكم؟ عليكم السلام. اصل انا افتكرتك السؤال اللي فات يا استاذه شيماء. ماشي اتفضلي. بقول لحضرتك انا متجوزه ببيت عيله وام ست مش غلطه وربنا يسهل. ليه كده بس؟ بلاش كده، يعني خلينا نكمل السؤال من غير ما نزعل، ما تزعلي حماتك، كملي. وقاعده ببيت عيله مش مرتاحه ولا هو مريحنا، احط طيب. الاكل وابقى مستنياه وما بي ما بي ما, بيك ما بيتكلمش معايا ولا بيخرجني، وقاعده وشي في وش الحته طول النهار، وقاعده احط الاكل ما ياكلش. 8 سنين راحوا من عمري وعندي 32 سنه، فبيقول لي اتنازع عن المؤخر والنفقه، وكان متجوز قبل كده وطلقت اتجوزت وخلفت. ايه بس بس استني يا استاذ شيماء، استاذ شيماء بعد اذن حضرتك، يعني اصل احنا دخلنا دلوقتي على عيله العيله. انا هدي بالك بس شويه كده يا استاذه شيماء، واساليني سؤال يخص حضرتك. انا مش مرتاحه يا دكتور عمرو، انا بقول لحضرتك بقالي 8 سنين ورحت كشفت كتير، قالوا لي ما فيش حاجه عندك، فانا عاوزه اتطلق، هل من حق اخد المؤخر والنفق؟ بصي يا ستي، عشان بس نكون واضحين، انا في الغالب ما بحبش ان انا اقول للناس روحوا اتطلقوا. ليه طيب؟ لان انا على ايديا، ده على ايديا في مركز الارشاد الزواجي عندنا في دار اللفته، على ايديا ان المشاكل ليها 60 باب من الحلول، حتى عندنا قاعده ان ربنا خلق المشاكل عشان تتحل باكثر من طريقه. فانت عايزه تتجوزي ان زوجك مهملك، طب ما تجيبي جوزك ونقعد ونتكلم ازاي نتخلص من الاهمال ده. شايفه ان زوجك خدعك لان هو ما بيخلفش وما قالكيش، نشوف هو كان يعرف ولا ما يعرفش، ونشوف اصلا هو فعلا عنده عيب ولا ما عندوش، لما نشوف هل هو راح عرض نفسه على اطباء ولا لا. فبتساليني انا دلوقتي، بتخليني ماشي معاكي وبتقولي لي قول لي لو اتطلقت يبقى ليا حق في النفقه ولا لا. اي حد يطلق بطريقه الطلاق العادي هيبقى ليه حق في النفقه، الا اذا كان هتطلع على الابراء او ده هيكون خلع. فانت لو اتطلقتي هيبقى ليكي حق في ده، بس ليه بنتكلم عن الطلاق دلوقتي قبل ما نتكلم عن الاصلاح؟ فلذلك هاتي جوز حضرتك وتعالي ونتكلم ايه طريق الاصلاح في الحاله بتاعت حضرتك دي، وعلى الاقل وانت بتتكلمي ديت بكل التفاصيل اللي فيها واضح ان انت مشحونه في كل التفاصيل دي. جه في دماغي عدد من الحلول، بس ما اقدرش اقول لك حل منهم غير لما اقعد واسمع الحاله بالتفصيل، عشان الحل ده لازم يكون حل مناسب لحضرتك، وحضرتك مليانه بالشحن ولذلك بايه اللي حاصل، بتتكلمي في حاجات كتيره لان في تشتت، لان الاهمال وحش برضه. ولذلك احنا لما اتكلمنا عن الاهمال امبارح، لانه الاهمال دوت يشعل القلوب زي ما انتم شايفين كده، ولذلك لابد ان احنا نتكلم مع خبير قبل ما نروح للطلاق وقبل ما نروح للمأذون للمره الثانيه، لان هو ده الحكمه، وما يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا.